اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناه شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء. احنا اليوم جينا عند حاله من الحالات اللي ديما كنزوروهم في البيوت ديالهم. هاد السيده اللي ما عمرها تزوجات وما عندها لا وليدات لا عائله لا حتى حاجه، كانت كتخدم على راسها لكن الان ما بقاتش قادره، كاريه براكه في السطح. انتم كتشوفوا باقي البني حداها، يعني ساكنه حدا هاد الياجور وحدا هاد الحجر هذا. اليوم بغات اللي يوقف معها اللي خلص لها الكره، لان هي ما بقاتش قادره تخدم. السلام عليكم لالا. واخا قولي شنو واقع ليك، شنو المشكل اللي عندك؟ انا بنتي موقفه كنخدم، كنمشي كل مارشي نمشي بعد الخدمة ندير ميناج قلتي ليا اليوم بنتي ما بقيتش قديت، ما بقيتيش قادره تخدمي؟ ما بقيتش بنتي قديت، عندي 90 عام في عمري وما عندي لا ولاد لا والو، ما فاتش مني كاع مجوجه ما عندي لا وليدات لا والو. دابا قلتي لي مابقاش عندي باش نخلص الكرا، ما بقيت ما عندي باش نخلص الكرا، وتا الماكله ما تليت عندي باش ناكل. ما عمرك تزوجتي؟ هاد المراه اللي تحت هي اللي كترفع عليا هكايا بشي حاجه، لا طيبت شي حاجه مسكينه، هي اللي كتعاون معاك، هي اللي كتعاون معايا مع كلت كرشي والكرمة اللي كنلقى باش نخلص كاريه بيت ب 14. وباقي الناس كيبنيو حداك هنايا، كيبنيو حداك انت راه قلعه هادي شوف. والما كيقطر عليا مني، الله يعطينا الشكون عطانا سيدي ربي حنا مباركين، ما يضرنيش هكاك الما ديال سيدي ربي مرحبا. عما هي العظام كبروا ما تلقدي تاع برد لا على تمارة لا على والو ابنتي. الله يصاوب لك امي. سيدا مشاهدي قناه شوف تي في، كيف ما سمعتوا السيده ما عندهاش باش تخلص الكرا، ما عمرها تزوجات، ما عندهاش ما بقاتش قادره تخدم. فكنتمنى انكم تكونوا نتوما وليداتها وتكونوا نتوما العائله ديالها. كاريه بيت ب 14، راه باقي الناس كيبنيو حداها وساكنه حدا هاد الحجر والياجور والتراب والحجر، يعني مكرفصه. فكنتمنى انكم توقفوا معها وتعاونوها، كونوا نتوما وليداتها ووقفوا معها. درت لكم الرقم ديالها في العنوان. والدروج يعني كطلع في الدروج، هي بغات قالت لي ما كراتش نتحول شي حاجه في السفلي، لان ما بقاتش قادره تطلع في الدروج، راه مراه كبيره. فكنتمنى انكم توقفوا معها وتتصلوا بها في الرقم اللي خليكم في العنوان، وخا غير تخلصوا ليها الكرا وتوقفوا معها في المصاريف، تكونوا نتوما وليداتها ونتوما عائلتها. راه ما عندها حتى شي واحد في الدنيا، يعني بقات وحيده. قالت العائله اللي كانوا عندي ما كل فين زاد كل فين مشى، انا بقيت بوحدي وما بقاتش قادره تخدم. كانت كدير الميناج كتمشي للمارشي، لكن ما بقاتش قادره. احنا كنعرفوا الانسان ملي كيكبر صافي راه ما كيقدرش، الصحه كتمشي كلشي كيمشي معاها. فكنتمنى انكم توقفوا معاها وتعاونوها في سبيل الله، الاجر ديالكم غيكون عند الله كبير بزاف. ما تخلوش عليها وعيطوا ليها وتواصلوا معاها، كونوا نتوما وليداتها ونتوما العائله ديالها. حتى لنا مشاهدي قناه شوف تي في، غادي نودعكم في امان الله، حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.